على أكثر من محور يتحرك العراق لاسترداد الأموال المهربة والمتورطين بتهريبها. آخر ثمار الحراك هي إلقاء القبض على المسؤول السابق عن قسم الاعتمادات بالمصرف العراقي للتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية، والمدان غيابيا لسبع سنوات عن جريمة فساد تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار، فيما يجري العمل على إعداد ملفات استعادة الأموال العراقية المجمدة في المصارف الأوروبية. لاحظنا الفعل الإيجابي لهذه الحكومة من خلال 3 مسؤولين، واحد في الإمارات، واحد في لبنان، والأخير في عمان. حقيقة هي يعني نقطة إيجابية، وإذا امتلكت الدولة هذه الإرادة ستكون هذه الدول متعاونة، لأنها تمتلك مصالح مشتركة بين هذه الدول، وأيضا هناك قانون دولي يؤكد على متابعة هذه الأموال باعتبار هي يعني أموال عراقية خالصة، ومن حقها أن يستورد هذه واعتبارهم مجرمين وملاحقين من قبل السلطات الدولية. عمليات الاسترداد تصاعدت مؤخرا بعد تفعيل الحكومة لاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العراق والدول التي توجد فيها أصول عراقية، فضلا عن المنظمات الدولية المعنية بمحاربة الفساد. العراق جزء من اتفاقات مهمة، أولا مع الشفافية الدولية والأمم المتحدة وكثير من دول العالم. على أقل تقدير هناك جهة مختصة قد استعان بها العراق بشركات خاصة لمتابعة تلك الأموال حتى تذهب بإبرام العراق، أما الاتفاقات أو تسهيل أمر ملاحقة تلك الأموال والأشخاص. ويأتي تفعيل الحكومة لملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال تطبيقا لبرنامجها الوزاري الذي وضع الحفاظ على المال العام من الهدر والسرقة ضمن أولوياته. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.